وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعمير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن الأحلام الدالة التي تدل على أن المولود ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. أول رؤية معنا جماعة وهي رؤية لحم أكل الإبل. طبعا الرؤية دي احيانا كنا بنقول ان هي مذمومة قد تدل على عين احيانا، ولكن بالنسبة للمرأة الحامل بيبقى يكون لها يعني معاني مختلفة عن باقي الناس، زي مثلا من المعاني اللي تختلف عن الناس اللي هي النقود المعدنية. النقود المعدنية كلها مذمومة بالنسبة للمرأة الحامل، لها علاقة بنوع الجنين. فده اللي انا حابب اقوله، لان انت ممكن تسمع مني رؤية في فيديو معناها كذا، تسمعها نفس الرؤية ان ليها معنى تاني. لا، في رؤى بتختلف على حسب الحالة الاجتماعية وصاحب الرؤية نفسه. تاني رؤية، رؤية اكل اللحم المشوي. هذه الرؤية تبشر بان المولود ذكر باذن الله تبارك وتعالى. رؤية تانية، رؤية ماء زمزم للمرأة المتزوجة. هذه الرؤية جميلة جدا، يعني هي لا تبشر بحمل وإنما تبشر بحمل وبذكر بإذن الله تبارك وتعالى، فهي من الرؤى الجيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأشياء سريعا كده زي رؤية القلم، المولود ذكر. التفاح، المولود ذكر. الخيل، المولود ذكر. السيف، المولود ذكر. الذهب، المولود ذكر. ليس ذهاب شيء زي ما بعض المفسرين والمفسرات بيقولوا، الكلام ده عاري عن الصحة. آخر رؤية معنا وهي رؤية المرأة المتزوجة، أن اللبن يخرج من ثديها، حمل وحمل بذكر بإذن الله تبارك وتعالى. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.